بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في الفيديو الأخير من كتاب ميرسي وامتحانات الأزهر بإذن الله، نتابعها مع بعض. لو جورناليست الصحفي بيقول جيرم من فورمير، أنا بحب أستعلم منكم عن المحال التجارية الموجودة في القرية. فما المرأة الأولى قالت السي هنا اليا ام بوش بوشيري، يعني فيه محل جزارة. فصاحبي قال وانت بتتسوقي في القرية؟ قالت له نو جامي أبدا، أنا بفضل السوبر ماركت، ده عملي وهناك بنجد كل ما نتمناه نريده يعني. صاحبي قال له حضرتك يا فندم، قال له أنا بشتري لحمة من عند الجزار ماشي مفيش مشكلة، بس بشتري الخضروات من السوق لان في كل الكثير من الاختيارات وبيبقى طازه. طيب وحضرتك بقى يا مدام؟ المدام رقم اتنين قالت له هنا بقى لا يوجد ايه مخبز، مفيش مخابز وما بناكلش كرواسون طازج. انا بسكن على بعد دقيقتين من ميدان القريه، وهناك في بقى باع زهور، في بنك، فيه بيسريه والى اخره. طب تعالوا بصوا هنا كده، الصحفي وجه اسئله لايه؟ سيدتان ورجل. السيده الثانيه لا تجد ايه مخابز، طبعا ما بتلاقيش مخابز هناك. اللي بعد كده طبعا لا يوجد مخابز. ورجل بيفضل الذهاب لشراء المشتريات في السوق العام، واحنا بنقدر نشتري طبعا لحمه من ميدان القريه او بنشتري معذرة بنشتري زهور من ميدان القرية. عمر شيف السوق طبعا بنختار بحرية، بيبقى فيه لبريمو في الحرية، هو اختيار بحرية يعني. في القرية يوجد فقط محل للجزار. في القطعة الثانية عندنا طبعا الوجبات في فرنسا. في الفطار عموما بنتناول خبز وبسكوت، وطبعا سيغ لوبا بالنسبة على الخبز طبعا بنضع بير زبدة مربى بنسمي ده تارتان. اون بوا اوسي بنشرب ايضا كافيه قهوة او كافيه اولي، قهوة باللبن، دوتي بالشاي، او دو شوكولا او بشوكولا الساخنة. بنستطيع ان نشرب عصير فاكهة وناكل زبادي. في الغداء بقى بناكل اكتر من الفطار، يوجد انتري يعني طبق للافتتاحية كده وطبق رئيسي وحلويات. افتتاحية بناخد خليل من السلطة، وفي الطبق الرئيسي طبعا بيوجد لحمة، وبناكل لحمة مع البطاطس مع مكرونة مع فاصوليا خضراء مع رز. في الحلويات طبعا بنتناول فاكهة او جاتو. في الوجبة الخفيفة طبعا بنستطيع ان احنا ناخد فاكهة كرواسون او قطعة من الشوكولاتة. في العشاء طبعا بناكل خفيف شوية او اقل من الغداء، وبدل القهوة بيفضل كده ايه ان احنا نتناول من الافضل مشروب ايه دافئ. الريبورتاج ده عن الرياضات المفضلة غلط. الفرنسيين بياخدوا بسكوت في الجوتير، تمشي ما فيش مشكلة، بس هو يمكن الـ 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 في القطعة نفسها هو قال في الفطار ماشي. كوم دي سير كحلويات، الفرنسيين بياكلوا ايس كريم يعني لم تذكر عندنا ايس كريم كحلويات. هو قال طبعا كوم دي سير اون برون جاتو او فروي داكو. طيب بعد كده طبعا في العشاء الفرنسيين بيشربوا مشروب دافئ، دي صحيحة. في الغداء طبعا هم بيفضلوا تناول اللحمة، دي صحيحة. الفرنسيين طبعا عندهم عادة انهم يتناولوا وجبتين، دي جملة خاطئة. تعالوا بقى هنا، والدتك فوديو موندو بتسألك كي فو اون ترين اوسكي، يعني مين بي ايه بي بيدربك في السكي. طبعا ده المونيتور اللي هو مدرب للعبه ايه. فوترا مي صديقك فودي موند بيسالك فوترا اكسسوار بريفري، عن الاكسسوار المفضل بالنسبه لك. ففوديت انت بتقول جي بريفير لي باج انا انا بفضل خاتم من الده. فودي كريفي انت بتصف لصديقتك وصفه الجاتو، فطبعا ايه بتقول سيتان دي سير
سيتان دي سير، مش عارف مين اللي مجاوب الاسئله دي، طريقه غريبه. هي مي دو بير وصفه الجاتو وضع زبده طبعا ودي. فو دي كريفي، انت بتصف مزاجك فبتقول جي سوي كونتون، انا ايه سعيد او انا فرحان. فو دي موندي ا فوتر مير، انت بتسال والدتك اين تذهب لكي تشتري الفلفل. طبعا هتروح فين عشان تشتري الفلفل؟ من السوق. الطبيب بيسألك عن الكمية المية اللي انت بتشربها، فبتقول له طبعا انا بشرب 3 لتر يوميا. جدك بيمارس الرياضة كل يوم، فانت بتقول ده هو نشيط وحيوي جدا. انت بتسأل والدك سيكواليو بولا، ايه هو المهر؟ طبعا ده صغير الجومون الفرس. طبعا صديقك بيجد شنطة، فودي انت بتقول سي لو ساك دو سبورت اي تاموا، دي بتاعتي. سو ني با مون ساك دو سبورت، صديقك بيجد شنطتك، فانت بتقول دي شنطتي، صح كده. فوزات انفيتي، انت مدعو للذهاب الى الريف، وانت بتقبل فبتقول دي فكره جيده. فوزافي مالو فونتر، انت عندك الم في البطن طبعا، فبتقول جيني مانج ريان، ما باكلش حاجه. في السؤال الاولاني في الاختياري طبعا، عشان في بارسكو في الجمله، فاحنا شرحناها اكتر من مره، بنقوم بناخد بركوا على طول. جي بريفير، هنا جو يبقى خد ميو على طول، ده التصريف الصحيح في الفعل ذو الضميرين. اير مونا، مونا ايطالي، ما تنساش ان في تبعيه زياده كده، عشان مونا هنا مؤنث، وهنا التبعيه مع اتر مهمه جدا. اونا مانجي ترو، ترو طبعا بتاخد بعدها دو، لان ده ظرف من ظروف الكميه. تفيل اكزارسيز، انت بتمارس او انت بتحل تمارين رياضه. قال له انا ما بفهمش رياضه، لو المفعول مباشر خد با، لو المفعول غير مباشر خد ريا. انا لا افهم شيئا في الرياضه، لكن لا افهم شيئا الرياضه ما تمشيش، خد با هنا لان المفعول مباشر هنا. فوفيت دو سكي، انت بتمارس السكي طبعا، لو لاحظت سكي بعدها دو اهي دي سكي، فخد اون على طول، لان فير بتاخد اون مع الالعاب الايه. المونج هو بياكل فيوند، فيوند طبعا اسم، يبقى خد حاجه فيها دو، ماشي. خلي بالك من الحته دي كويس قوي، لان السي دي هيجي بعدها صفه، وتون كو ما يجيش كو معاها تاني. لو ماتان في الصباح، جي دي او، يبقى جي برون، انا بتناول زبادي. وطبعا ما تنساش ان في هنا اداه تجزئه، فمش هاخد بريفير. بوا طبعا مش هتمشي مع زبادي. ال ها فون كونسلتير، طبعا اخدت مصدر فعل بعد اترو افوار، ما بيجيش الفعل في المصدر. جي سبورتون دي، انا بدعم فكرتك طبعا. ميزا مي اصدقائي فون دي دلتا بلان، بيمارسوا دلتا بلان مرتين سنويا. صديقك بيدعوك تون امي تان فيت انفيت اكيل اوكازيون، باي مناسبه هتقول على اوكازيون دو سون انيفرسير. كون اي لافيت، امتى بتكون الحفله؟ فطبعا بقول لافيت الحفله ايه بتكون، واكتب تاريخ بعدها. اللي بعدها كي بورتو، يبقى هقول له جو بورت ان كوستيم، مثلا بدله. ان روب دو سواري، فستان سهره. ده بالنسبه لسؤال الايميل، وبالنسبه للمواضيع نكتب من عندك. في الامتحان رقم 12، لي فاكونس سي بور ساميزور بو با بور ترافاييه، يعني الاجازه للاستمتاع مش للعمل، انت مع ولا ضد الموضوع ده؟ اقرا المقتطفات اللي على اللاني من مدرسه فيكتور في مارسيل. اندري بيقول انا داكور، انا موافق. اثناء الاجازه بحب اذهب الى البحر بارسكو جيم لا ناتاسيون، لان بحب السباحه طبعا، وبحب كتير الشمس. اما اليكس بيقول في الاجازه نوزي، واحنا بنحب رحيل في اسره الى الريف، وبنقضي طبعا اسبوعين في الفيرم في المزرعه جدية، وانا طبعا بعشق الفروسيه. والور اذا العمل الور ترافاير ساميزور بيكون متعه، سيني با توجور ديفيرون، ده ما بيكونش مختلف.
نعمل ونتمتع طبعا دول مع بعض فهو مش مختلف. شارل بيقول سي بور ساميزور ده للمتعة جي بارتيسيبا دي كورس دي فولو، انا بشارك في مسابقات للجاري للدرجات او للعدو جي دي تيست، انا بكره ان انا ارتب المنزل طبعا وما بحبش اطلاقا التسوق ده بيكون طبعا ممل. كريم بتقول في الاجازة انا بحب الذهاب الى المدينة مع اصدقائي لعمل وبعمل تسوق. طيب التحقيق ده عن ايه؟ في عن الانترنت. طب التحقيق ده عن كم مشاريع الاجازة؟ طب الاجازة اندري بيحب يعمل طبعا سباحة، في الاجازة اليكس بيحب الذهاب الى الريف طبعا، وكارين بتحب تعمل تسوق مع اصدقائها، واليكس بيقضي الاجازة عند جديه في الريف. لا ميرا بكودو ترافايا لا ميزون، يعني الام عندها عمل كثير في المنزل. دي موندا سون في سالا، هي طلبت من ابنها الان دولار و سوبر مارشي الذهاب الى سوبر ماركت بوفير دي كورس للتسوق. فور فير دي كورس للتسوق، قال وي دي موندا طلبت منه ان يتجه اولا الى قسم الفواكه والخضروات لشراء كيلو طماطم ونص كيلو خيار وكيلو موس طبعا، ان كيلو دوبوم وكيلو تفاح عن سويت، بعد ذلك يذهب الى قسم منتجات الالبان لاحضار كيلو من الجبنه البيضاء طبعا ونص ربع كيلو زبده وزجاجتين من اللبن وزبادي وبيض بقى. بعد كده يلزم انه يروح قسم اللحوم لشراء كيلو لحمة وفرخة. في النهاية بقى يتجه الى قسم المشروبات لاحضار لتر من العصير التفاح واخر من عصير البرتقال وخمس زجاجات من المياه المعدنية وخمس زجاجات من المياه الغازية. افون دو سورتير قبل ان يخرج الفو باسير يجب ان يمر على قسم المخبوزات لشراء باجيت وتارتين. الان فافير لكورسول هيعمل مشتريات لوحده. الان طبعا ذهب لعمل المشتريات، سيذهب الجملة صحيحة. الان هيشتري خضروات في الاول، الجملة صحيحة. الان طبعا سيحضر فرخة من قسم منتجات الالبان، دي خطأ. الان سوف يحضر باجيت من المخبز، غلط، اللي هو عيش يعني. الان فا فير دي كورس افيك انامي، دي جملة خاطئة، هو مش هيعمل مع صديقه، هو هيعمل بمفراده لوحده. طيب الجملة اللي بعدها الان فاشيتير ان كيلو دو طومات، هيشتروا طبعا كيلو طماطم طبعا، اكيد دي صحيحة. الجملة اللي بعدها فودي موندي فوتر مي، انت بتسأل صديقك عن هوايته الرياضية، فهو بيقول لك طبعا انا بفضل السباحة، دي الهواية الرياضية الموجودة عندنا. بتدعو صديقك لعمل التسوق او بتدعو اخوك ان هو يتسوق، فبتقول له يلا نروح السوبر ماركت كده في الجملة اللي قدامنا. اللي بعدها فودي موندي، انت بتسأل صديقك سيكل وفاغ الويكند، يعني هيعمل ايه في عطلة نهاية الاسبوع القادمة، هو بيقول لك انا سأذهب الى الريف لانه هنا مستقبل. فوترا مي صديقك بيسألك اين هو يذهب لكي يأخذ المترو، فانت طبعا طالما مترو يبقى استاسيون طبعا، اذهب للاستاسيون، دي مينا ودي موقف الاوتوبيسات. صديقك بيسألك كيف هو يكون في صحة جيدة، فانت بتقول له طبعا ايه، كل فاكهة طازجة، مش هتقول له كل كثيرا من السكريات ولا ما تعملش رياضة. فودي كريفيد لاتيني، يعني انت بتصف ازاي بتاع لاعب لكرة القدم فوديتي، انت بتقول طبعا هو بيرتدي مايو وتيشيرت. انت بتصف فوتر لسي مدرستك فوتر مي لصديقك، بتقول هي طبعا جراند ومودرن. فوترا مي صديقك بيسألك سيكوا الأطلس، ايه هو الأطلس؟ ده كتاب طبعا بخرائط. انت في محل الأحذية فالبائع بيقول لك ايه، خلي بالك بقى من كلمة بوانتير مقاس الحذاء. فوني مي بالليرا، انت بتحبش الذهاب للغابة، فبتعطي سبب طبعا، بتقول انا بخاف من الايه، من الحيوانات طبعا. انت لا تستطيع ان تأكل جيدا، فبتقول انا عندي ألم في المعدة. طيب ميزا مي اصدقائي سون مالاد بيكونوا مرضى، انا حزورهم او هعدي عليهم، خلي بالك بصير هتاخد شي غلطنا،
هناخد الجريج هنا. طب ليه؟ عشان انا بقول لك اهو ان انا هعدي على اصدقاء، انا همر. همر بتاخد حرف جر الشيء، شيء بيعبر عن مكان بعده، يبقى اخد الجريج. تعالى بعد كده تي بوا كافيه. استاذ اتفضل انت وانا ثانيه بس. تي بوا بعدين كافيه، طبعا كافيه هنا هناخد دي ماشي، لان كلمه كافيه مذكره. او تي فا اين تذهب، فطبعا اين انت سوف تذهب مع كلبك، مع هنا. طبعا هنا في سيلفو بلاي، لو انتوا خدتوا بالكم سيلفو بلاي، بس هصرف هنا مع ضمير فو يبقى ضني. اللي بعدها قال وبعدين شانتيه، طبعا لو خدتوا بالكم ان كلمه شانتيه هنا معناها يغني، يبقى هي تعرف ان تغني، يبقى ده التصريف الصحيح معاها اللي هي نو. طبعا لو لاحظنا ان دي الاجازه الماضيه، فنوزا فو بصي، احنا قضينا الاجازه. ما خدت الصوم ليه؟ لان بصي جه بعدها مفعول مباشر. دوما مون فرير، خد تصريف الله زائد مصدر فعل. فوزا في بوكو دو ترافاي، بوكو دو ترافو يعني انت عندك عمل كثير، اعمال كثيره. بوكو دو زائد اسم اهو جمع. اللي بعدها قال لي جيني سورا فيك بيرسون، يبقى فيكي عشان افيك بيرسون هنا النفي بتاعها. جان جو اونلاين، بيلعب على النت. موانكو، لان المقارنه هنا مقارنه فعل، هنا كال هتبقى كالز اكتيفيتي. طبعا اي وسيله مواصلات بتستخدم في المدينه هقول جوتيليزا، يعني هكتب كده جو ايتيليزا اهي جوتيليزا لو مترو مثلا، انا بستخدم المترو. طب بوركوا سي ها كونفورتابل، انه مريح. كون فور تابل. طيب كومو اسك تو فواياج ا لاترونجير، كيف تسافر الى الخارج. جو برون، انا باخد لافيون الطائره. ها تمام كده، انا باخد الايه الطائر. دكور طبعا المواضيع، طبعا زي ما قلنا احكي كيف قضيت عطله نهايه الاسبوع الماضيه، وده موضوع مهم بس هكتبه في الماضي المركب. اللي بعدها طبعا بتدعو صديق للغداء، اكتب طبعا عن الاغذيه والمشروبات اللي هو هيتناولها. في الامتحان رقم 13 طبعا بيقول كومون باسي فو فوتر تون بندون لو ويكاند، يعني كيف تقضي اوقات فراغك في عطله نهايه الاسبوع. ليزي سيز اكستري دي فوري مالين دي ليسي اباري، يعني اقرا المقتطفات دي من منتدى على النت في باري. ماتيلد بتقول لنا يوم الجمعه والسبت جو مي ريفي تار، انا بصحى متاخر وبعمل تسوق مع والدتي، وانا بهتم كتير بالملابس دون لي بوتيك دو مود، في محلات الموضه. اندري بيقول بور موا بالنسبه لي عطله نهايه الاسبوع بقى مفيش مدرسه مفيش واجب، وانا بكتب سور مون سيت بيرسونال على موقعي الشخصي او بتصفح على النت. جيمي كوش تري تارد، انا بنام متاخر جدا. بور موا بالنسبه لي الويكند عطله نهايه الاسبوع سيلوسبور، انها رياضه. جي في دو لا ناتاسيون، انا بمارس السباحه وبلعب كره قدم وبلعب دون زين ايكيب دو بويزان دو بوي، انا يعني منذ سنه بلعب في فريق. أليكس بيقول لفوندر دي يوم الجمعة مساء أنا بفضل القراءة بارسكي، لأن بارسكو لأني جو مونتريس على لكتور، أنا مهتم بالقراءة. جيمي كاش دون ما شامبر، أنا بستخبى في غرفتي. بارسكو ليا توجور دو بروي شنو، لأن دايما بيبقى في ضوضاء عندنا. ده بحث عن إيه؟ عن مشروعات عطلة نهاية الأسبوع. طب ماتيلد بتحب ايه؟ بتحب الشراء طبعا والموضه والحاجات دي. ستيفان بيهتم كتير بالرياضه. اليكس بيقضي عطله نهايه الاسبوع في قراءه الكتب، اما اندري بيحب التصفح على الانترنت، واليكس طبعا بيبقى دايما بيقضي العطله في القطعة الثانية. طبعا بنتكلم عن ليست دو كورس، ليست مشتروات او قائمة مشتروات او قائمة تسوق. الام بتقول الو سارة،
يعني قالوا يا سارة سي مامو أنا ماما تا جورني سي بيان باسيو لو سي يومك عدى كويس في المدرسة قالت لها وي مامو نعم ماما جي أو إن بون نوت أن مات يعني أنا حصلت على درجة عالية في الرياضيات قالت لها رائع سيسوار هذا المساء جي رونتان بوتارد أنا هعود متأخرا قليلا ممكن تذهبي السوق تروح للسوق يعني وتعملي تسوق لهذا المساء تشتري حاجات يعني قالت لها حسنا الفو شتو كوا يجب ان انا اشتري ايه قالت لها هاتي ورقة واكتب القايمة دي الفو ان لتر دو لي يلزم لتر من المية باكي دو سريال بولو بيتي دي جونير وعلبة من السريال للفطار طبعا بولو سوار بالنسبة للمساء اشتري بواسون سمك سلاد فيرت سلطة خضراء ايدي تومات و طماطم مكرونة وجبنة طبعا ما تنسيش ان انت تعدي على المخبز عشان تشتري باجيت يعني عيش طويل دو باجيت اتنين من العيش الطويل قالت لها ماما ان يا بلو دو شوكولا على ميزون لم يعد يوجد شوكولات في المنزل جي بونو شيتير ممكن اشتري منها قالت لها وي سي تي فو لو انت عايزه اشتري ايضا فاكهه تفاح برتقال كوم تي فو زي ما انت عايزه في 50 يورو في الدرج مكتبي ميرسي بيان شكرا جزيلا الام بتتحدث الى جارتها غلط طبعا ده لبنتها بالنسبه للفطار ساره هتشتري لبن الجمله صحيحه لتر لبن وسريال داكو عشان تشتري باجيت يجب انها تروح عند البلونجير جمله صحيحه لامير الام طلبت من ساره ان هي تغسل المواعين الجمله دي طبعا غلط ساره قابلت الذهاب للسوبر ماركت الجمله صحيحه الام تسمح لسارة انها تشتري شوكولاتة دي جملة صحيحة تعالوا بقى المواقف صديقك بيسألك سي كوا لو في تي تي ايه هي الفي تي تي فانت بتقول له دي رياضة خطيرة مش راكد طبعا ولا رياضة مائية طيب انت بتسأل فودي موندي انت بتسأل صديقك لماتيير جراس المواد الدهنية دون ايه الفروماج اللي بياكل منها كلمة دون ده يعني منها ده ضمير من ضمائر الوصل ال دي هو بيقول طبعا مواد دهنية يبقى بير زبدة او سمنة مش هيقول لحمة ولا خضار طبعا انت بتسأل صديقك لماذا هو عنده ألم في الأقدام اكيد هيقول انا مشيت كتير او مارست درجات كتير الجملة اللي بعدها فوز انديكي انت بتشير بوركوا فو نو فواياجي با ان باتو لماذا لا تسافر بالطائرة فو ديت انت بتقول ها باسكو جو بيغ دولار لاني بخاف من الايه انت ما بتسافرش بالمركب برضو ما بتسافرش بالمركب يبقى انا بخاف من البحر او بخاف من المية اي جملة من الجملتين دول لو لقيتها بختار بتنصح صديقك لكي جارديه يحتفظ بصحة جيدة ففو ديت انت بتقوله يجب ان انت تنام متأخر ولا طبعا ان انت تذهب المطعم ولا اكيد يجب ان تغسل اسنان فو زانديكي انت بتشير سكو فو نافي با في على فير ايه اللي انت ما عملتوش في المزرعه وراعي ان ده زمن ماضي مركب خلاص هي كلها ماضي مركب فهتختار جمله منفيه طبعا جو ني با غاماسي لي زون فوتر امي صديقك فو دي موندي بيسالك كون فو زالي على مونتاني متى تذهب الى الجبل فو ديت انت بتقول اون ايفير في الشتاء طبعا هو بيقول لك متى ما بيقولكش لماذا يبقى اون ايفير فو زيت او ماجازان دو فيتمون انت في محل الملابس فطبعا في محل الملابس هتقول للبائع انا ببحث عن جيب نوار ممكن طبعا باجيت خبز طبعا ولا كيلو سمك لا فو بارلي انت بتتحدث عن رياضتك الاندفيدوال الفرديه يبقى هقول بمارس الكاراتيه ماشي مش هينفع باسكت ولا فوتبول فو ني مانجي با دو جلاس انت بتاكلش ايس كريم فبتذكر السبب طبعا عندك الم في الاسنان على طول جاري خلاص الجمله دي انا حافظها من زمان
فو دوني ان كونساي، انت بتعطي نصيحه لاصدقائك لكي يفوزوا بالمباراه، فو ديت، فانت بتقول لهم اطيعوا الحكم، لا اطيعوا المدرب، ولا كلوا كتير قبل الماتش، ولا ما تتدربوش، طبعا اطيعوا المدرب. بعد كده من يكون في غرفتها، فقلت مفيش حد في غرفتي، ما بلاقي كي بروح لبيرسون على طول، وانا في اول النقط يا ريا بيرسون، طبعا هنا كي اخدت بيرسون. مامون فيت دو كريب نوزيمون بيكو، بنحبه كتير، احنا عارفين ان فيرب ايمي بياخد دايما مباشر، يبقى ليه نحبه، يبقى بنحب الكريب. لو ماتش فيان دو كومونسي، يعني المباراه بدات، بدأت تهون، وخلي بالك فيان دو، يبقى انا عايز الياز فتره زمنيه، لان دوم بتدل على المستقبل وابري بتدل على المستقبل. لو انت استريسي، لو انت يعني مضغوط، يعني بتشعر بالضغط، ريبوستو استريح. طبعا هنا متصرفه مع فو، انا عندي تي هنا، طبعا ده في الامر الايه المنفي. في جمل القواعد، وطبعا بفكركم ما تنسوش بدعمنا بلايك للفيديو باذن الله، ومشاركتنا في القناه، وتفعيل الجرس طبعا عشان يوصلكم كل ما هو جديد في الفتره القادمه باذن الله. احنا شغالين معاكم في كتب كتير، واتمنى ان احنا نكون وفقنا وربنا وفقنا للفايده دايما ليكم باذن الله. Je sais jouer دي دو فيولون، انا عارف ان جوي بياخد دو ودي ودولا مع الالات الموسيقيه، وهنا دي كلمه مذكر، وهو جوي مع الالات الموسيقيه بتاخد دو، ما فيش غيرها دي، هو دول الاساس، دي المذكر. مونيك جورموند، يبقى هي بتاكل كثير من، كثير من اللازم بقى ترو دو. سارة باسا، سارة بتمر عند جارتي، لان احنا عارفين فيرب اللي وبصي لو جه بعده عاقل ياخد حرف الجار الشيء. يرمتا جو بو دو كافيه، انا شربت قهوه، طبعا عايز اسم مفعول عشان هنا افوار متصرفه، يبقى بعدها اسم مفعول، مش هاخد تصريف ولا هاخد مصدر. دوما غدا مامير، يبقى اول ما الاقي دومان انا عايز اللي زائد مصدر فاعل. لفي البنات دون ديزافي، يعني يعطوا آراءهم، وكلمة آراء احنا عارفين ان هي كلمة مذكر، يبقى روح لبوزيتيف، لان كلمة هنا جمع، وجمع مذكر مسبوقة بدي اي. جي سوي كونتر ساتدي، انا ضد هذه الفكرة. اما ببص الايميل كويس قوي، باخده واحدة واحدة، وبكتب كلمة سالي، كتبنا سالي اهي، وبعدين جينا لقينا بيقول له كاسك تو فا باسير لي فاكونس دو تو، يبقى حاول بقى، ها تو اي لا جو، اصرف الفيرب صح، جو فو باسي، انا سوف اقضي لي فاكونس، لي فاكونس انا هقضي الاجازه، اون ولا على مير مثلا، على البحر، على كومباني، على مير، على كومباني. ليه انا قلت كومباني اكتر؟ عشان هو بيقول لي قولي المزايا، على ايه كومباني. طيب بيقول لي هنا كيل سون لي زافونتاج دو سوليو، ايه المزايا بتاعت المكان ده؟ اليا، يوجد دو كالم، الهدوء، ايه دو لا ناتير، يوجد طبيعه او بيل ناتور. وبعدين بيقول لي كاسكو تي فا فير لا، هتعمل ايه هناك؟ جو في مي بلدي، انا سوف اتنزه، ماشي جو في مي بلدي. الموضوع الاولاني، انت بتفضل الحياه في الريف، واذكر الاسباب، وده موضوع هام بتكرر كتير، تحدث عن الرياضه المفضله. بكرر تاني، ميرسي بورفو، وخلاص خلصنا كده كتاب ميرسي باذن الله، ونتمنى طبعا ان نكون موفقين. ما تنسوش لايك للفيديو ومشاركتكم في القناه، تهمنا جدا، وسعداء بيكم وسعداء بدعمكم، ونواصل في كتب تانيه باذن الله. اورفوار.